نواقض الوضوء. فكان مبطل اسم يملك. الخارج من السبيلين مطلقا من القبل او من الدبر، اي خارج هو ناقض للوضوء. بول، غائط، ريح، دود، حصى، حيض، نفاس، نعم. نعم، كذلك من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل. الثالث زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون. فإذا نام لابد يتوضأ. أغمي عليه مثلا يتوضأ. نعم، الرابع من نواقض الوضوء نسأل العافية السلامة الردة، كأن يسب الدين مثلا. نعم. Dan timur tak yang dekat dengan Islam kita kasih jaga. Nah,